استاذ مخلد، لك مقاطع كثيره منتشره مع الاعلامي قدير، نوجه له تحيه، الاستاذ وليد الفراج. وانا احيي والله واحيي المشاهدين. قصه هذا الظهور ما يحتاج معروف. والله هذه طال عمرك فيها اعلامي اسمه فهد الشلاحي، وكنا في ندوه وقال لي وش ميولك؟ ورديت على البيت قلت قبل تنشد يا رفيقي عم ميولي خلو الفراج يفصح عن ميوله. فوصلت الفراج وطلعت في البرنامج وفيه غيرها كثير، ويعني تكلموا عنها وقتها في برضه ابيات عن المشجع. المشجع هالحينه عنده عاطفه يحكم بالعاطفه يعني. فانا كنت لي ابيات برضه دائما ارسل عليهم. انا ما ودي اسالك عن ميولك، انا ودي بقصيده ونطلع منها ميولك. ايوه هم صاروا يطلبون مني يعني بعد الابيات الاولى صاروا يطلبون مني، مع اني انا اخذتني المحاوره والشعر، لكن برضه الرياضه احنا نحب الرياضه وكلنا يحب الرياضه. عاد اقول انت عندك عاطفه مثل المشجع، ما نلومه لو دق الهاشميه، ولا انا لو قلبي الطيب توجع، ما شكيت الا على رب البريه، وان عطانا شيء والله ما يرجع، ان بغيته عطى ولا هديه.